يا مرحب بالغالي وبالغالي. انا عارف معزته عندك قد ايه. زي كازين بيه. الحمد لله. ازيك يا ابو سعد بيه؟ ازيك يا كازين بيه؟ الحمد لله. اتفضل. زيد فضلك. خير يا زين بيه؟ خير ان شاء الله. معرفش حضرتك تعرف ولا لا، الخدمه اللي كانت شغاله عندكم اللي اسمها مريم اتقتلت. قتلت ولا ماتت موتة ربنا، احنا مالنا؟ كان من بقيت عيلتنا؟ لا يا مسعد بيه، بس هي اتقتلت وهي حامل في التاسع، وانتم مشيتوها من البيت هنا من حوالي 7 شهور. يعني حملت في البيت ده، وللعلم ان اللي ببطنها طلع عايش. سبحان الله، ده من بخت ابوه. وعرفتوا اللي قتلها؟ اسال ولدك. قصدك ايه؟ تجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمة قتل وفي بيتي؟ ما قالولكش ان مفيش ظابط يقدر يقرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا، فيه اسمه زين صالح الجناوي، بينه وبينك خطوة، بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها ورحمة صالح الجناوي لو وصلوا بيدي الحبل المشنقة. فندم 90% من الجرائم اللي من النوع ده بيكون اللي قتلها يا ابوها يا امها يا اخوها يا حد من عيلتها. وحتى لو ابن هتلر هو اللي خلاها تحمل، ايه المبرر انه يقتلها؟ زين بيقول ان البت دي وهي بتموت كانت بتخترف، وبتقول ان اللي قتلها هو نفسه اللي حملت منه. طب سيادتك اهو بتقول بتخترف، وهي البلد كلها ما فيهاش رجاله غير ابن هتلر. ليه زين مش شايف غير ابن هتلر في الموضوع ده؟ ما هو المنطقي في الموضوع ان البت دي حملت في الوقت اللي كانت عايشه فيه في بيت هتلر. وهو بيت هتلر ده ما فيهوش رجاله غير ابنه؟ طب ده الرجاله اللي هناك اكبر من عدد رجالتنا اللي في القسم. يا فندم زين مألف قصه وبيتعامل على اساسها. انا بنصحه بقى يسيبه من شغلانه المباحث ويروح يألف افلام. والله هم من فجر اللي خلفوه ان ولدك اللي مسك القضيه. ان شاء الله لابسه لابسه. ربنا يعينك يا ولدي. قلبي كان حاسس ان القاتل من بيت هتلر. طب هم يلبسوها كيف يا زين من غير دليل قوي؟ الدلاله هتظهر واحده واحده يا طه. ده مجرد خيط بسيط اللي اخوك ماسكه ده. وبكده اكيد هتعرفوا مكان اهل الولد فين. ان شاء الله يا فيروز. يا رب ما يظهروا عشان صلاح يفضل معانا. حرام الولد يعيش بعيد عن اهله. ان شاء الله هتلاقوا اهله وهياخدوه. كل همك ان الواد يمشي وبس. انت شايف كده يا زين؟ ايوه شايفك ده. بنتكلم على حق الست اللي اتقتلت، وانت كل اللي فارق ان نلاقي اهله عشان يمشي. احنا في ولا في ايه؟ معلش غصب عنا رحنا يا اخوي. طيب خاطر عشان خاطر امك، عشان خاطر يا ولدي. اصبح على خير. متزعليش اني اتعصبت عليكي. اوعى تفتكر يا زين اني ما بحبش الاطفال زيك واكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واتنين وتلاته. بس المفروض اللي يتضايق ويتاثر هو انا، لان المشكله عندنا. الدكتور قال ان انا اللي ما بخلفش. مفيش فرق بيننا يا زين. انا عمري ما فكرت في الموضوع كده. أنا بفكر إن إحنا الاتنين عندنا مشكلة ولازم نعديها. والعيال اللي مالوش حد غيرنا بعد ربنا، هو اللي هيمنعنا نعديها؟ آه يا زين. ليه؟ لأن طول ما هو موجود مش هنعرف ننسى، المشكلة هتفضل قدامنا طول الوقت. ده السبب الوحيد اللي مخليك رافضة وجوده؟ آه يا زين.